تعالوا بقى نروح على موضوع أيضا مختلف، وتقرير بالمناسبة أعتقده تقرير مهم جدا عن زيارة وزير الاتصالات الجزائري للقرية الذكية، أيوة القرية بتاعتنا إحنا، لبحث سبل التعاون ما بين البلدين في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. كنت بقول لكم إيه في أول الأسبوع، بغداد، دمشق، القاهرة، الجزائر، الحلف التاريخي، الدريم تيم، فريق الأحلام. شوفوا التقرير والفاصل وهيجي وقت نكمل فيه الكلام. اليوم عقدنا جلستين، بدأنا بجلسة ثنائية مع معالي الوزير، ثم أعقبها جلسة موسعة بحضور الوفدين من كلا البلدين. حقيقة يعني الجلستان تركتا قناعة لدي ولدى أخي معالي الوزير على أن التعاون بين بلدينا في مختلف ملفات البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية أمر حتميا يتحتم علينا أن ننميه ونطوره ونسعى إلى إثراء جوانبه. إن شاء الله خلال ما تبقى من زيارة معالي الوزير التي تستغرق يومين فنبلور ما طرح من ملفات ومحاور تعاون، ونعمل في ما بعد الزيارة على تحقيقها على أرض الواقع. تفضل معالي الوزير بتوجيه دعوة كريمة لي ولزملائي لزيارة الجزائر الشقيقة، إن شاء الله سنلبيها في أقرب فرصة لمواصلة الحديث حول أطر التعاون ومستهدفاته. اللقاء يأتي تجسيدا للإرادة، إرادة السلطات العليا في البلدين، قائدي البلدين، لتوطيد العلاقات والتعاون بين جمهورية مصر العربية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. من خلال هذه الزيارة إن شاء الله نطلع إلى توقيع مذكرة تفاهم ما بين الوزارتين، وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية من الجانب الجزائري، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من الجانب المصري. فمع زميلي معالي الوزير تحدثنا عن مختلف النقاط اللي راح تتغطى من خلال هذه المذكرة التفاهم. طبعا خدمات البريدية خدمات هامة اليوم، يهمنا كثير أنه نتبادل الخبرات من الجانبين، لكن يهمنا كثير أنه كذلك نطلع لخدمات جديدة تسمح لمواطنينا من البلدين من الشعبين أنها تستفاد أكثر من الشبكات تاع المؤسستين، مؤسسة بريد الجزائر والمؤسسة المقابلة لها بجمهورية مصر.